مفيش زهير، مفيش ورث. مفيش داعي حتى لوجودك هنا يا صابر. جاي تدور على الورث؟ مش هتلاقيه. ولا هنا ولا في أي مكان. النهاية مش سهلة كده يا صابر. كان في 100 حاجة بتأكد لي إنك في صفهم. بس كنت بكدب نفسي. معقول؟ ده أنت اتأذيت منهم زي. أنت محتاج تعيد نظر في حاجات كتير أوي. إيه؟ إيه سر الابتسامة اللطيفة اللي على وشك؟ إيه؟ ما تفرحني معاك. خوفك اللي ماليك. معقول خايفين من اللي هوصل له؟ ومين قال إن اللي هتوصل له يخوف يا صابر؟ أنت ضعفك موترك والخوف ماليك. ولو فاكر بحركة عماد دي هتقتل ثقتي في كل اللي حواليا تبقى غلطان. عماد بقى معايا. مش طب انت كمان بقى تختار وتبقى معايا يا صبر؟ أنا اخترت ربنا سبحانه وتعالى وفرصتي اخترتها خلاص. كل واحد فينا شايف إيمانه هو الصح. يعني أنت جيت هنا مثلا وكنت متأكد إنك هتلاقي اللي بتدور عليه، بس بحركة بسيطة منك قدرنا نتوه. سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإن كان على موضوع التوه ده فمقدور عليها، إنما بقى اللي تاه ومشي ورا الشر فحسابه عظيم عند ربنا. عماد بقى في صفي، وفي ناس كتير قوي من اللي حواليك برضه في صفي، وفي ناس من اللي حواليك اللي انت فاهم ان هم مش لكنهم زي خضرة مثلا. لا، صعب خضرة قوي، ولعبة الخوف اللي انتوا بتلعبوها دي ادمت قوي. شوف حاجة جديدة بقى. انا مش بخوفك يا صابر، انا مش بخوفك. اخوفك ازاي وانت ساعدتني وبتساعدني وهتساعدني؟ انت مفتاح البوابات يا صابر. انا من غيرك ما كنتش فتحت اللي فات ولا هفتح اللي جاي.